صباح الخير، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إحنا رايحين نفطر في مكان غريب بس في أوتوا. هذا المكان يعتبر من أشهر الأماكن اللي الآن موجودة في أوتوا. خليكم معنا عشان أورجيكم مكان حلو كتير تفطروا فيه في ويستبرو. احنا هلا في ويستبرو فارمر ماركتس زي ما شايفين، هون بدأنا وبدنا ندور على الشباب اللي جايين عشانهم. الشباب هذا الفارمر ماركت، حكينا عن الفارمر ماركت قبل هيك، الناس تدور عليه. فلافل جايز، نعم يا إخوان، جايين ناكل سندويش فلافل من هذول الشباب السوريين عندهم The Falafel Guys. هذول انشهروا كتير في أوتوا، بدأوا في 2016، إجوا هون جداد، حتى البرايم مينستر جاستن ترودو إجا أكل عندهم. بدأ الفلافل ينزل على الصاج يا شباب، أهلا وسهلا بالحبيب. طبعا الحلو في هذا المكان انه كاتبين لك صاج بالعربي وبالانجليزي وبالفرنسي، وتعريف في شو هو الصاج اللي هو فرن سوري. الشاب الحبيب هذا هو اللي بلش هاي الصنعة. عيني عليك يا عيني عليك يا عيني، طلع طلع طلع، لا لا فنان فنان، قبل ما ناكل السندويشة عرفنا انه فنان. يا فنان انت، هلا حطوا لكم الاماكن اللي بكونوا موجودين فيها في اوتوا وكل يوم واي ايام. هاي يا جماعه الكرت زي ما انتم شايفين، هاي الايام الموجودين فيها، وزوروهم بيستاهلوا صراحه كل الدعم. صاج قربت قربت طبعا، وانا واقف قبل لسه ما يبدو صار في حوالي 10 ل 15 واحد كندي طلبوا فلافل. فلافل طبعا هاي الطريقه اللي بيحكوا فيها للفلافل. طلعت لوحة يا أخي، لوحة يا عمي. السوريين ما شاء الله عليهم بالأكل، يعني بكل شيء مش بس بالأكل. الله يحفظهم ويحفظ سوريا الشقيقة إن شاء الله. أخذنا السندويشة، حكينا سلام للشباب يعطيهم العافية، خلينا ندوقها. الله يا جماعة، خبزة الصاج
اختراع رائع طبعا. يعني العرب عن جد مخترعين في خبزة الصاج. طعم مش طبيعي. هذا الشاب الحبيب هو اللي بدأ هاي الشغلة. الله يعطيك العافية ومشكور كثير. Very good. How do you like it? You love it. Bon appétit. They are fabulous. I love them. I love them. Oh yeah. They are God. They are day two. الكنديين بقول لك كمان زاكي يعني مش بس أنا. فصحة وعافية ونشوفكم في حلقة تانية. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع صحابك.